أمر فوري للجيش بالتحرك والتدخل، الرئيس السيسي يفعلها ويصدر القرار. وأخبار وأنباء جديدة عن سد النهضة، ننشر التفاصيل الكاملة. وعاجل كشف عن حكم قضائي لأول مرة في التاريخ في مصر، ننشر التفاصيل. وزمن بلطجة التسعير هينتهي، رئيس المخابز بيكشف السعر العادل للعيش الحر، وننشر التفاصيل. ودار الإفتاء بتصدر فتوى وبيان حاد حول احتكار السلع. وعاجل عاصفة ترابية تجتاح هذه المناطق، بيان عاجل من الحكومة، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو لأكتر من 2000 أعجبني أو لايك. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وهتعملوها. وأول خبر مهم معانا، وهو أمر فوري للجيش بالتحرك والتدخل، الرئيس السيسي يفعلها ويصدر القرار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش المصري بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة. وطالب الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير التموين ووزير الداخلية بتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعير الجديدة. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر غريب ولكن مهم، والكشف عن حكم قضائي لأول مرة في تاريخ القضاء. وكشف حكما قضائيا لأول مرة في تاريخ القضاء عن حيلة سيدة راوغت لتضليل المحكمة ومنعت طليقها من رؤية بنته منذ ولادتها. وكشف الرجل أن طليقته منعته من الجلوس مع صغيرته أو لمسها، وذلك بقيامها بتغطية وجه الطفلة بقناع حتى لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها. ومنعت السيدة الرجل من تنفيذ حكم رؤية بنته، حيث قضت محكمة البساتين الجزئية بإلزام زوجة تدعي وسام عين بأداء طلقها 40,000 جنيه، وذلك بسبب تعمدها منعه من رؤية بنته منذ ولادتها حتى الآن. وقال الزوج أمام قاضي المحكمة إن زوجته منعته من رؤية صغيرته، على الرغم من أن المحكمة أصدرت حكما لصالح الزوج لرؤيتها، لكن الزوجة منعته من ملامسة صغيرته والجلوس معها أثناء تنفيذ حكم الرؤية. وقامت بتحطيم جميع الهدايا الخاصة بالصغيرة، ولم تكتفي بهذا القدر بل خدعت القضاء بلعبتها، حيث قامت بتغطية وجه الصغيرة بقناع لكي لا يتعرف عليها والدها ولا يستطيع رؤيتها دون رحمة بالصغيرة والأب، وذلك بمشاركة جدة الطفلة لوالدتها. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وهذا يعني حكما عاجلا من القضاء المصري تغريم الطليقة 40,000 جنيه بسبب ما فعلته مع والد الطفلة ومع الطفلة كذلك، لأن يعني الطفلة أكيد بتتأثر بهذا الأمر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وزمن بلطجة التسعير هينتهي، رئيس المخابز يكشف السعر العادل للعيش الحر. و أشاد عطية حماد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة بالتوجيه الرئاسي لإعلان تسعير رغيف الخبز الحر وغير المدعم. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدفاع ووزير التموين ورئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي بأن الرئيس وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة. وقال حماد لمصراوي منذ قليل: تكلفة الرغيف الحر محدش يعرفها، كل مخبز له طريقته، ومصدر الدقيق الذي ينتج منه العيش له مصادر متعددة. وأضاف رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: نحن أمام احتمالين،
الأول، سيكون هناك سعر محدد للدقيق الذي يستخدمه المخبز المرخص، والتحديد أيضا لوزن وسعر رغيف العيش. الاحتمال الثاني أن تلتزم المخابز غير المرخصة وغصب عنها هتخفض السعر نظرا لحالة المنافسة اللي هتخلقها المنظومة الجديدة. ووضح حماد، العيش الحر يخضع للعرض والطلب، هيبقى فيه نظام تاني. السعر العادل لرغيف العيش الحر هيبقى من 50 قرش لجنيه، المفروض ما يزيدش عن جنيه. الجنيه ده سعر الرغيف في المناطق النائية وغير المكتظة بالسكان. زمن البلطجة في التسعير هينتهي. المصدر معانا كم من مصراوي، والرئيس السيسي الآن يأخذ أو يمشي خطوات لمكافحة المخابز اللي بتعلي سعر رغيف الخبز. مباحث التموين هيبقى ليها رأي تاني مع المخابز اللي يعني بتحاول انها ترفع سعر رغيف الخبز الغير مدعم على المواطن المصري. واترك لحضراتكم التعليق، احنا يعني بنشاهد الان بعض التحركات من الحكومة المصرية بأوامر من الرئيس السيسي للحفاظ على يعني سعر الخبز وأسعار السلع عموما بعيدا عن سعر الخبز. فأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأخبار وأنباء جديدة عن سد النهضة. وأشار الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي إلى نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من موقع سد النهضة لفتح بوابتي التصريف العلويتين، وقال تظهر الصور فتح بوابتي التصريف عند مستوى 560 متر، الأمر الذي لم يظهر في صور الأقمار الصناعية ليوم الخميس الماضي. وإذا صحت هذه الأنباء فإن التوربين الذي تم تشغيله لم يستطع إمرار المياه التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 3 أسابيع على الاحتفال بتشغيله. لو كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف الممر خلال يومين. وأضاف، كان الأمل لدى الإثيوبيين في تشغيل التوربين الثاني لكي يعملا معا على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم إمكانية تشغيله ربما خلال الأشهر الجاية. وقال إن فتح البوابتين هيجفف الممر الأوسط خلال يومين بس، وهيتأكد من ده خلال صور الأقمار الصناعية. ومتوسط كمية المياه التي تمر أعلى السد حاليا حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، والبوابتين تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل في يوم واحد. وقال إن إثيوبيا لم تفتحهما من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد بهذه المياه من توليد الكهرباء، حيث أنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فاضطرت إلى فتحهما. وتابع إن فتح البوابتين هو أول خطوات التخزين الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن عمل ذلك. كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى رفع جانبي السد وليس ممر الأوسط فقط، والذي ينخفض حاليا بمقدار 14 متر عن الجانبين، ويجب ألا يقل عن ذلك حتى يستطيع إمرار كامل الفيضان في أغسطس المقبل، متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا، وإلا سوف يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبي السد. باقي على بدء الفيضان 3.5 أشهر، كل متر يتم رفعه بطول حوالي 1000 متر سوف يخزن 0.5 مليار متر مكعب، والتعلية عند المستوى الحالي على الجانبين يصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية، مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف. وقال خبير المياه، إلى أي مدى تستطيع إثيوبيا رفع السد بطول 1 كيلو وعرض 60 متر خلال 4 أشهر القادمة؟ المتر الواحد عبارة عن 60,000 متر مكعب خرسانة، ويتوقع أن يكون عدة أمتار فقط بتخزين محدود حوالي 2 مليار متر مكعب. ولكن سياسيا تخزين مليار مثل 10 لأنه يعد تصرف أحادي جديد مرفوض للمرة الرابعة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وزي ما قلت لحضراتكم وبقول تقريبا في كل فيديو، يعني عدم وصول الدول الثلاثة لاتفاق قانوني ملزم يعني قيام إثيوبيا ببعض الأعمال الغير قانونية في تشغيل سد النهضة، وهذا الأمر طبعا هيسبب الضرر لمصر والسودان. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. بننتقل مع بعض الخبر آخر، ودار الإفتاء بتصدر فتوى وبيان حاد حول احتكار السلع. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول احتكار بعض التجار للسلع وبيعها بضعف السعر وتبرير ذلك بالتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء. وقالت دار الإفتاء المصرية إن التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعا سواء تصدق بها أو لا.
وأوضحت إن الاحتكار هو حبس كل ما يضر العامة حبسه، وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها فتقل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر قد نهى عنه الشرع وحرمه. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من دار الإفتاء المصري. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: عاصفة ترابية تجتاح هذه المناطق، بيان عاجل من الحكومة وننشر التفاصيل. وقالت الأرصاد: يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتسبب ذلك في اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار. وأكملت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه تستمر أيضا فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض في درجة الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، وذلك لمدة أسبوع. الأرصاد كشفت عن السبب وراء موجة الشتاء القارصة، حيث ترجع هذه الأجواء لتمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة، حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال إفريقيا. وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل والصباح الباكر. إما عن طقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع إحساس ببرودة الجو، نشاط الرياح على كافة الأنحاء. وقالت الأرصاد إن هناك نشاط للرياح مستقر على كافة أنحاء البلاد. فرص سقوط الأمطار على محافظة الجمهورية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. وقالت الأرصاد الجوية إن الوضع بالبحر الأبيض معتدل، والرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1.5 ل 2 متر. إما عن حالة البحر الأحمر، قالت الأرصاد إنه معتدل إلى مضطرب، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 ل 2 متر، والرياح شمالية غربية. تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى ل17 والصغرى 8. وتشهد محافظة الإسكندرية طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 9. وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى و30 للصغرى. إما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى و40 للصغرى. وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى. المصدر معانا كان من بوابة الأهرام المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذه كانت يعني آخر الأخبار عن الأرصاد الجوية في مصر. أترك لحضراتكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على فيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.